عرفتي في هذا الحجر الصحي احنا بعدا استفدنا بزاف. انا بعدا في الكوزينه وصلت ستاج الاخر مورا هذا الحجر الصحي اللي خلاونا في الدار. انا غنخرج انايا وصلت ستاج الاخر شنا هو الحريره حامضه دي مولات الخير. الراسي ما دخلت لا يوتيوب لا جوجل ما حتى واحد ما سمعت واحد بحال تتصوب شي معادله في الماط. عرفتي شحال تعد السوجي داتا نصوب عرفتي تنقيد الليل حتى تنقيدو كارت غادي نوريها لكم. ما عرف الله ما تعرفوش عليها ولكن ستاج الاخر يخلوني انا في الدار. انتم الاخوان اللي لاي حاشمنا اسمعونا بنات الناس اللي تتقلب على شي ولد الناس هالحريرة اشتي اختي بعينك ما خبيت عليك والو تنجير سكسو بسبع خضاري سكسو بتفاية بدس باقي مادس المسمن البطبوط الدجاج منصوب الدجاج مرفوع الدجاج مكسور اي حاجة حليتي على فمك اختي انا كاين في الكوزينة والله ما نخليك تاكلي ما كلت الزنقة ونزيدك الصابون والمصلوح والطلمات من قديم هادشي والتجفاف فم باب الدار وقع الدار وتب الزنقه وترش باب الدار ويرفوت هاد الحجر الصحي وتمشي نجيب واحد جوج توما نبدل لهم ليك ونفيض لهم الحلب ونبرد لهم الرضاعه ونغني لهم في البوستان تينعسوا ونزيدك اي حاجه حليت عليها فمك في الكوزينه كاينه انت امري وانا نغامري وهاد الشيء كامل وانا عندي طليبه صغيوره شرط واحد اللي عندي انا ما نشرط عليك الاربعه من الحاجه لا ثمانيه من الحوايج عندي حاجه واحده نقولها لك كل شيء كاين ما خصنا حتى خير الحمد لله غير الا عندك شي باك عنده شي بركه مقفلة مخبية جيبها لنا كلها انا وياك والسلام عليكم مع الدار الحريرة سخونة وعندكم تخرجوا للزنقة راه كاينة كورونا. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتأكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بالبريس وتبارطاجيو مع صحابكم.